يا شباب تعودوا، الجاج حيجي بعد التقديم ان شاء الله. حيجي الاخ عوني لي بده يقول طريقة الاكل. ابو البراء بيسأل عنها على اليوتيوب، بتشوف حالك ابو البراء ان شاء الله، بتورجي المرة والاولاد وتقول لهم كيف احنا بقينا نقزم. بالنسبة لابو عاطف قاعد مولع النار 5 مرات شال الحطب وعطى ابو عاطف. بالنسبة للحمار اللي بتصور، بالنسبة للحمار اللي بيحكي هاي